السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف انتم؟ متابعي قناة التعليم الابتدائي الرائد، كنرحب بكم. اذا يوم جديد والدرس جديد اكيد. مرشدي في التربية الإسلامية الصفحة رقم 43 بالنسبة للمستوى الثاني ابتدائي، كنطلب من جميع التلاميذ اللي معايا ياخذوا المقرر، غادي يكون الفهم أفضل وأحسن. إذا الدرس ديال اليوم تتم المجموعة ديال الدروس اللي شفنا سابقا في القناة، كنتمنى أنكم متبعين الدروس كاملين. كنأكد عليكم أنكم تقوموا بمراجعة الدروس مرارا وتكرارا، هذا غادي يسهل عليكم طريقة المراجعة والاستعداد للامتحانات، هذا هو الأهم وهذا هو الأساس. كل ما راجعتوا الدروس كل يوم ولو بالقراءة ولو أنكم تنصتون جيدا إلى الدرس إما في القناة أو في المقرر تقرأوا أنتم شخصيا في البيت، هذا غادي يسهل عليكم طريقة المراجعة للامتحان، وغادي يكون عندكم مجموعة ديال الأشياء اللي ما تحتاجوش تحفظوها وما يكونوش عندكم تراكمات ديال الدروس. ملي كيقرب الامتحان كيوقع مشكل ديال أن الدروس متراكمة، ما حافظين والو، ما عارفين والو، وبغيتوا تقراو كلشي في نفس الوقت، أكيد ما غادي تجيبوا حتى شي حاجة وما غادي ديروا حتى شي نقطة اللي هي حسنة ولا مميزة. إذا أنا المطلوب مني ليكم هو بغيت نقط اكيد مميزه. كنبغي نشكر بزاف الامهات اللي يرسلوا لي النقط ديال الاطفال ديالهم، انا جد سعيده سعيده جدا لهذوك النقط، فرحانه بزاف مفتخره بزاف بدوك النقط، بغيت نشوف اكثر من دوك النقط بالنسبه للدوره الثانيه، نشوف بزاف ديال النقط اللي هما مميزه جدا جدا جدا، هذا مفخره ليا. اذا اللي كنأكد عليكم دائما انكم تراجعوا الدروس كل يوم كل يوم، المواد كاملين تحاولوا تقراو ولو درس 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 من كل مادة، اتفقنا؟ اذا نشوفوا مرشدي في التربية الإسلامية، بالخصوص التربية الإسلامية، التربية الإسلامية فيها مجموعة من المعطيات لي ومجموعة من المكتسبات اللي حقا تستحق المراجعة كل يوم باش ان شاء الله تجيكم سهلة كيف قلت لكم. نبدأ على بركة الله ما نطولوش بزاف. الدرس ديال اليوم كيف التزم اداب الاكل والشرب، غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على مجموعه من الاسئله. شفنا الدرس في الحصه اللي فاتت، كنتمنى انكم تشوفوه، الدرس راني شرحته ببساطه وحاولت انني نوضحه ما امكن. اليوم غادي نشوفوا مجموعه ديال التمارين ان شاء الله باش نعززوا دوك المكتسبات ونحاولوا اننا نوضفوها ونشوفوا واش فعلا استفدنا من الدرس. اذا اول تمرين في الصفحة رقم 43، أنجزوا أضع علامة في الخانة المناسبة لأميز السلوك الصحيح من السلوك الخطأ. هنا عندنا صحيح، هذه الخانة فيها خطأ، نقرأ الجمل ونحاول أن نضع علامة في المكان المناسب. لا أغسل يدي قبل الأكل، كيفاش زعما ناكلو بلا ما نغسلو يدينا؟ هذا السلوك كيفاش كيبان لكم؟ أكيد أنه سلوك خطأ. إلا كلينا بلا ما غسلنا يدينا غادي ناكلو مجموعة ديال الجراثيم، مجموعة من الأوساخ، ومجموعة من الميكروبات، غادي ندخلوها للجسم ديالنا، وندخلوها للفم ديالنا، والجهاز الهضمي ديالنا، ما فيه المريء، والبلعوم، والمعدة، ويعني دمرنا الجسم ديالنا كامل، غادي نحسو بآلام في البطن، غادي يجينا قيء، غادي يجينا آلام شديد، اللي غادي يعطينا انزعاج في الصحة ديالنا، وبالتالي هذا سبب أنكم ما غسلتوش يديكم. إذا كنأكد على بعض التلاميذ اللي كيدخلوا من المدرسه ولا كيدخلوا مثلا من الشارع وما كيغسلوش يديهم وكيمشيو يهزوا شي حاجه من المطبخ كياكلوها ولا من فوق الطاوله وتياكلوها، كونوا متاكدين انكم تتاكلوا بزاف ديال الميكروبات وبزاف ديال الاوساخ وشويه ديال الماكله، يعني ضروري انكم تغسلوا يديكم، ضروري ضروري ضروري، وغسلوا يديكم حتى يبان لكم الماء اللي كيهبط من يديكم نقي، اتفقنا؟ بالماء والصابون. اذا لا اغسل يدي قبل الاكل، هذا سلوك خطا. اسرف في الاكل والشرب، ما يمكنش لان الله سبحانه وتعالى قال انه لا يحب المسرفين في الاكل والشرب، اذا لا اسرف في الاكل والشرب، اي ما نكثروش من الاكل والشرب، فقط القياس كل شيء باعتدال، هذا سلوك خطا. اسمي الله عند الاكل واحمده عند الانتهاء منه، اكيد واجبنا أمام الله سبحانه وتعالى هو أننا نشكره على النعم وعلى مجموعة الأشياء التي أكرمنا بها في الحياة وفي الدنيا بحمده، أي نسمي عند بداية الأكل وعند الانتهاء نحمد الله. كيف نسمي؟ ماذا نقول؟ إذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعند الانتهاء من الأكل ماذا نقول؟ نقول الحمد لله. إذا هذا سلوك صحيح وجميل جدا. إذا أجلس متكئا أثناء الأكل،
اي انني نجلس ما بقعدش نعيش ونبدا ناكل في نظركم هذا سلوك خطأ؟ ماذا يقع عندما نتائك وناكل وحنا متكيين؟ يعني كتاكل وانت قال نعس. اولا كيكون صعوبه في المضغ، ثانيا صعوبه في البلع، ثالثا الماكله ديالك ما كتهبطش بطريقه اللي هي صحيحه. خصنا نجلسوا باش الماكله تجي تمشي في طريقها مقاده، ماشي انت ناعس معوج وتتصرط وبغيتي الماكله ديالك تهبط مقاده، غادي تحبس ليك وتجي لك مشكل ديال التنفس. اذا خاص ضروري انكم تجلسوا جلسه مقاده يعني معتدله فوق طاوله الاكل. احمد الله واشكره لانه اطعمني وسقاني، اكيد سلوك صحيح جدا. من الواجب ديالنا نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ما اطعمنا وما سقانا وكل ما اكرمنا به. نشوفوا التمرين الثاني. اذا نحاول نقاد لكم ولونوا الاداب الصحيح، نحاولوا نلونوا المربع او المستطيل اللي فيه الجمله الصحيحه. لا اغسل يدي بعد الاكل، يعني انك مجرد ما انك تسالي من الاكل تنوض توقف وتمشي بيديك هكذاك متسخه فيها المرق وفيها جميع الاشياء اللي كليتي، تنوض بها هكذاك وصافي. هذا سلوك خطا. من الواجب ديالنا نغسل اليدين ديالنا بعد الاكل ضروري. امضغ الطعام جيدا، اكيد اننا ضروري اننا نقوم بسحق الطعام بواسطه الاضراس جيدا عاد من بعد نقوم بالبلع ديالو. اشرب مثنى وثلاث. كيفاش نشرب مثنى وثلاث؟ اي اننا منين نشدو الكاس ديال الماء ونبغيو نشربو، اول حاجه نشربو يعني الجغمه الاولى نستريحو شويه، نزيدو الثانيه ونزيدو الثالثه، عاد من بعد نشربو بشويه علينا. يعني ما نبقاوش حنا شادين الكاس وكنشربو بدون تنفس، هذا طريقة ديال الشرب غير مستحبة. اتفقنا؟ إذا أنفخ في الماء، أي أنني نبقى شاد الكاس ولا مثلا القنينة كنشرب منها وكنتنفس فيها، هذا سلوك غير صحيح. باش ما نتنفسش في الماء أو لا في الكأس ديال الماء أو لا في القارورة ديال الماء، خاصني نشرب مثنى وثلاث. إذا نشوفوا التمرين رقم أربعة، نحاول نقاد لكم باش تشوفوا التمرين. اذا احفظوا والتزموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اي الله سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بان نسمي قبل ان نبدا الاكل. ماذا نسمي؟ ماذا نقول؟ نقول بسم الله وناكل باليمين ديالنا وناكل مما يلينا، اي ناكل من الجهة اللي أمامنا، يعني ما نحاولش ناكل من الجهة ديال الأخ ديالي ولا الأم ديالي ولا الأب ديالي، نحاول ما أمكن أنني ناكل من الجهة اللي قدامي أنا. إذا إلى هنا كنوصل لنهاية الدرس ديالي ديال اليوم، كنتمنى أنه كان مفيد جدا، كنتمنى أن هاد التمارين كانوا واضحين، وكنتمنى أنكم تقوموا بمراجعة ديال الدروس ديالكم. طبيعة الحال هذا غادي يزيد يعطيكم فرص انكم تحققوا عندكم مجموعه ديال المعطيات والمكتسبات اللي كنشوفوهم كل يوم في الدروس ديالنا. اذا الى هنا كنوصل لنهايه الدرس ديالي، كنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في درس جديد، والى اللقاء.